معك فيها قريب. الله يجزاك الخير. عطني كذا، عبر عن شوقك لها بكلمة واحدة. ودي أضحي بروحي لأجل عينها، ودي أفديها روحي. تستاهل التضحية، الله يخليها لك يا رب. الله يجزاك الخير. وش آخر كلمة قالت لك إياها وأنت جاي للبرنامج؟ تذكر؟ إيه. إيش قالت؟ ودعتك الله يا غلا روحي. ودعتك الله يا غلا روحي. أم ضاري السلام عليكم. يا غلا روحي يا غلا روحي أنت يا مرحبا مليون. ارحب يا تاج راسي. يا مرحبا. ارحب يا جنتي. كل الغلا حبيبي. ارحب يا غلا روحي. ارحب يا أغلى من بالدنيا كلها. ارحب يا بنت ماجد. يا حبيبي أنا أشهد إنك غلا روحي. أول شيء حابة أشكر الأستاذ الكبير العظيم الأستاذ عبد العزيز الزهراني على استضافتي في هذه الفقرة الجميلة. الله يحييك. وترك لي الفرصة إني أسمع صوت حبيبي ضاري. هذا واجبنا. فعلاً فعلاً الشوق يعني يضيع والكلام يضيع، يعني بتشيتوني قبل ما أبدي حتى الفقرة. أنت تبكين مشتاق له ولا لا يا مضاري؟ يا ريت إن الشوق ينوصف، يا ريت إن الشوق ينوصف. أنا كنت يعني حاطة بالي كلام، حتى الكلام ضاع، المشاعر تلخبطت فوق تحت. يا بعد روحي روحك يا غلا روحي. ترى على فكرة غلا روحي هذا الاسم اللي أنا دائما أسمي ضاري فيه. يا سلام استاهل. لأنه صدق غلا روحي. أي والله. وفي كلمة بسيطة بس حابة أقولها. سمي. حق ضاري وحق عيالي اللي موجودين كلهم. قول يا تاج راسي. أقول لكم الأرواح تبقى ويبقى عبق جمالها بالتآلف والتكاتف، فما قولك في روح نسقيها من خيرات الله لا تعد ولا تحصى، يمتد أثرها باقيا ما حييت ويستمر إلى أن تفنى هذه الأرض. لا نبخل من جود ما جاد بنا الله، علينا أن نغرس في هذه الروح نبتا يتضاعف أجره إلى الأمام. الأم هي الجنة التي خلقها الله لنا في الأرض، هي الأمان، هي الحنان، هي العاطفة والإحساس، هي منبع الجنان، هي المربية، هي القائدة، هي المعلمة، هي النور الذي يضيء عتمة الحياة، هي الدرب الذي نسير على خطاه كي نصل إلى آخر مبتغاه، هي العين والأسرة التي لا تنام، تعجز الكلمات عن الوصف ولا نجد ما يوفيها حقها. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا، سارعوا أبنائي إلى البر والإحسان واسعوا إليه جاهدين، فوالله لا نشعر بقيمة الشيء إلا بعد الفقد. فمن كانت لديه هذه الفرصة العظيمة فلا يبخل، ومن فقد والديه فالأجر أعظم في البر، وهو الولد الصالح الذي يبر بوالديه بعد فقدهما. رسالة أوجهها لعيالي المتواجدين الحين واللي خلف الشاشات: ديروا بالكم على أمهاتكم وعلى أباكم، احرصوا عليهم، راعوهم، انتبهوا لهم، داروا خواطرهم. ترى مدام هم موجودين قدامكم الحين راح يجي الوقت اللي تتمنون يكونون أهلكم بس لحظة واحدة، تتمنون إنه بس يردون على تليفون عندكم. ولو تسمح لي أستاذ عبد العزيز أكلم خالد ولدي بعد مع غاري. خالد أتكلم أبي خالد عن غاري. أبي خالد تعال يا خالد. خالد سامحني تعال معي. اسلم يا ام ضاري بيجيك. اسلم اسلم يا تاج راسي. هلا يا خالد. هلا يا خالد. خالد ثق تماما، الله يغفر للوالده ويرحمها. ترى انا امك الثانيه، امك ام ضاري اللي تبيه واللي تحتاجه واللي بس تبي تقول ابي. تذكر ان عندك ام موجوده بهالدنيا اللي هي ام ضاري وام العيال اللي موجودين كلهم. انا امكم الثانيه اللي ما دارتكم. ونعم فيك. ثقوا تماما ان دعواتنا لكم ليل ونهار من خلف الشاشات، ندعيكم ونستودعكم الله سبحانه وتعالى في كل لحظه، ونتمنى شوفتكم، وان الله يجمعنا فيكم قريب. وسامحوني على الاطاله
ومشكورين على هالاستضافة الجميلة اللي خلتني أسمع صوت غلا روحي وحبيبي اللي أتمنى شوفته إن شاء الله بس مو الحين من غير شر. ما ودك تشوفين السبت الجاي يا مضاري؟ والله ودي أشوف أهم شيء مو السبت الجاي، الحين وديني عندك. بقول لك على شيء يا بعد روحي أنت. تفضل يا عمري. بس الله يخليك لي ويطول بعمرك ويحفظك يا رب من كل مكروه. والله العظيم وبالله الكريم ارفع راسك ابى اعلمك والله وبالله يا ابني مشتاق لشوق الله العالم فيه. كل اللي اقوله عساني فدا راسك وعسى الله يخليك لي ولا يحرمني منك يا تاج راسي. والله العظيم وبالله الكريم الله بسمه والله العظيم اذا في شيء في الدنيا هذا كله ابرفع راسي وبستقيم له بوقف مثل الجبل تراها انت يا يمه. عسى الله يخليك لي عسى الله يخليك لي ولا يحرمني منك. ودموعك غاليه علي بعد عيوني انت. ولدك من طلع من بطنك يا يمه ما دنق راسه دام انك انت بنت ماجد الثويلي. كفو عسى الله يخليك لي طول بعمرك يا رب ويسعدك ولا يحرمني جعلني افدى روحك. وعلى فكره صادف اعظم 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 نعمه بهاليوم هذا اللي هو 7/2 يوم ولاده ضاري. سبحان الله صدف اني كلمته هاليوم. عسى ربي يا رب عجيب ما شاء الله ما شاء الله والايمان وطاعه الرحمن يا رب يعطيه طوله العمر. الله يجزاك خير يا روحي انت ومن يقول ان شاء الله يا رب. الله يجزاك الخير ومن يقول الله يحفظك يخليك لي وجعلك ضاري يا بعد. لبيتي لبيتي حاجه خالد بيكلمك ايش تقول؟ يلا تفضل خالد عيوني تفضل. يا مرحبا والله ومسهلا. الله يبيض الله يبيض وجهك والله يطول عمرك والله يجعلنا ان شاء الله عند حسن ظنك يا رب العالمين. يا بعد عيوني انتم كلكم عيالي ما فيها شك وارفعوا راسكم وتاكدوا ان احنا امهاتكم اللي موجودين من خلف الشاشات ندعي لكم ليل ونهار. الله شاهد ان دعواتنا ما تعداكم وباذن الله انها مستجابه انه يحفظكم ونستودعكم بليل وبنهار. الله يرضى عنك يا مبارك ان شاء الله يخليك يا بعد قريب جدا جدا نجتمع كلنا بالكويت باذن الله. هذه والله المرحله اي أيوة والله هذه والله المرحله عندها النبي نورونا وتشرفونا ولنا الشرف ان نكون ضيوف عندكم وباي وقت. الله يرضى عنك ونجي ويسهل الاستضافه هذه والمكالمه اللي خليتونا بس نسمع صوت حبايبنا عندكم. تستاهلون وضاري يستاهل. الله يسلمك عسى ربي يوفقك يا مبارك. سعدتنا بهالاتصال الله ونلتقيك ان شاء الله على خير باذن الله. مرحبا يمه ودعتك الله وانتبه الروح ودعناك رب العالمين. انتبه لنفسك ودعتك الله استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعك. الله يحفظ مرحبا مليون مرحبا مليون. بتقول شيخ خالد قبل ما اجي ضاري؟ بتكلم عن الام ترى الام سم الام فضلها عظيم لا شك. انا امي فقدها علي قوي لا شك. اي والله وانا اعرف هالشعور ترى مثلك بالضبط. كنت يعني كبير كانت داريني كأني طفل لدرجة إني تأخرت من البيت ما تنام لين تشوفه. يا الله إيه والله ما ترتاح. فقدت هذا الشيء. ترى الأم نعمة. الأم على قد الحياة يحافظ عليها لأنها والله عظيم نعمة. أنا أشهد لم يمكن تتأوف في الحياة. أنا أشهد أنا أشهد بس هذا اللي يعني. بيض الله وجهك يا خالد وجهك الله يحفظ. ضاري تعال معي ضاري محمد ضاري خلي أخذ راحت الأمور سهلة أبد. المفروض تشكرني يا ضاري خليك تسمع صوت والدتك. بيض الله وجهك تستاهل والله بيض والله العظيم إني ودي إنها موجودة هنا وتشوفها يعلم الله. الله يجزاك. لكن مرات الظروف هي اللي ما تتهيأ لكن أتوقع إنه الصوت هذا بيعطيك تراه باور. أتوقع أسبوع قدام في بالله إنك صادق بنشوف ضاري مختلف بعد هالاتصال. انقال الله كلمتك الاخيره لوالدتك الله يحفظها يطول عمرها. يا اخي صعب انك توصف امك في كل مولى كلمتي والله لو تصف الكلام كله عطني من خاطرك اللي يطلع معك. الله ما ادري شو غير ان امي تسوى الدنيا باللي فيها لو احطها على ظهري واوديها لمكه والله ما راح الحق جزاها. امي لو ابيع روحي وبيع قلبي وبيع دنيتي كلها والله العظيم ما اسوى الظهر من اظافر رجلين. الله يرزقك بالله الله يخليها لي امهاتنا جميعا يحفظهم ويرحم امواتهم. يجعل ربي يوفقك يا ضاري. الله يجزاك خير وباذن الله لكم لكم بشارات باذن الله. في بشاره راح توصلكم ان شاء الله جميعا في نهايه هذه الحلقه باذن الله باذن الله. ضاري لا تبعد عنا يا ضاري نحتاجك. سم استاذنكم بس
اليوم معنا درعين ب10,000. في درع أخذ أحد الشباب. شوف يا أخواني، أول ما انتهت الحلقة الماضية والله وأنا باقي ما عديت مسافة بسيطة عن القناة، قالوا أرجع، جاء تبرع 20,000، ثم جاء تبرع 30,000، وغير التبرعات الثانية. تمام؟ طبعاً حنا بنقول هي لمن، لأي مجموعة. من ضمن التبرعات اللي وصلت درعين غير 20,000 و30,000. أحد هذا الدرع ب10,000 ريال، قدم من من حاط الاسم يا محمد، تأكد، قدمه لحبيبنا اللي يستاهله، نايف الرفيدي، من فاعلة خير نايف الرفيدي.